كان تقريبا ماتش زي امبارح، كسبناه برضو سكورات زي امبارح 12-13. الماتشات الحمد لله قدرنا ان احنا نتغلب على الفرقه النهارده وامبارح. ان شاء الله فاضل لنا ماتش في المجموعه انا مع نيجيريا، وان شاء الله نكسبها ونبقى اول مجموعه ان شاء الله. يعني ما كانش في منافسه قوي بالنسبه للمنافسات اللي احنا هناخدها يعتبر بعد كده، يعني لسه في ماتشات جايه اصعب، يعني الماتش بتاع الاربعاء يبقى اصعب شويه. طبعا شكرا جدا، واحنا محتاجينكم ان انتوا تدعمونا تاني في الماتشات اللي جايه، واحنا بنوعدكم ان شاء الله احنا هناخد بطوله افريقيا السنه دي باذن الله.